السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلاب الصحافة الوطنية والدولية. وعلى مستوى النتائج، فقد أصفرت عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر الانتخابية المحلية بالنسبة ل 288 مقعدا من أصل 305 المخصصة للوائح المحلية عن النتائج المؤقتة غير الكاملة التالية: حزب العدالة والتنمية 80 مقعدا، حزب الاستقلال 45 مقعد، حزب التجمع الوطني للأحرار 38 مقعد، حزب الأصالة والمعاصرة 33 مقعد، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعد، حزب الحركة الشعبية 22 مقعد، الاتحاد الدستوري 15 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 11 مقعدا. احنا في الاتحاد الاشتراكي تناخذوا القرار كيفية جماعية، ومازال ما عندناش المعطيات، ما عندناش النتائج. ملي غتكون عندنا المعطيات كاملة غادي تجتمع القيادة وغادي ندرسوا الخريطة السياسية ونشوفوا ديك الساعة شنو هو الموقف ديال الحزب من النتائج ديال هاد الانتخابات. Les gens, comme se disent pour nos délèves.